مساء الخير جميعا، أهلا بكم في جولة جديدة من جولات ورشة السيناريو برعاية ترند ميديا أكاديمي، اللي صممت إن هي تخليني أتقابل مع دفعة جديدة من الموهوبين اللي حابين يصقلوا موهبتهم بشيء من الدراسة والتدريب. يمكن جولتنا الأولى نجحت إلى حد كبير، وحتى الفيلم الروائي اللي احنا قدرنا نعمله مع تلاميذ الورشة كان له حظ انه ان شاء الله يتنفذ بالفعل ويدخل اكثر من مهرجان سينمائي عالمي. بتمنى ان الدورة الجديدة لورشة السيناريو بإذن الله مع وجوه جديدة من الموهوبين تحظى بهذا الحظ والتوفيق اللي قابلنا في الدورة الأولى. قلنا قبل كده زي ما أنت بتدور على فرصة تكون كاتب مشهور وموهوب، الفرصة هي كمان بتدور عليك. في كل دورة بنلاقي ناس موهوبة أكتر، بنلاقي ناس مميزة أكتر، دي اللي احنا بندور عليهم، ودول اللي هيكونوا كتاب المستقبل، ودول اللي هينضموا لورش كتابة محترفة برعايتي شخصيا أو برعاية كتاب آخرين. وإن شاء الله تلتقي أنت والفرصة في هذه الدورة الجديدة بإذن الله مع ترند ميديا أكاديمي.